صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه نائب جلاله الملك ولي العهد حفظه الله قرارين لسنه 2019 بتعيين مدراء في وزاره الصناعه والتجاره والسياحه وديوان الخدمه المدنيه. ونص القرار رقم 28 لسنه 2019 بتعيين مدراء في وزاره الصناعه والتجاره والسياحه جاء فيه الماده الاولى يعين في وزاره الصناعه والتجاره والسياحه كل من السيدة منى السيد كاظم جعفر العلوي مديرا لادارة التفتيش، السيد علي شبر جواد حسن مديرا لادارة الفحص والمقاييس، السيد بدر فريد عبد الرحمن السعد مديرا لادارة التسجيل، السيد سنان علي احمد الجابري مديرا لادارة الاتصال والتوعية، السيد احمد يوسف احمد تقي مديرا لادارة المناطق الصناعية، السيدة مرام مختار عبد الله المحميد مديرا لادارة نظم المعلومات. ونص القرار رقم 29 لسنة 2019 بتعيين مدير في ديوان الخدمة المدنية جاء فيه: المادة الأولى: يعين السيد أحمد عادل علي اليحيى مديرًا لإدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية